لا أقف قدامهم لوحدي. بلاش يا طاير، بلاش عشان خاطري. أنا مطوعك طول الوقت وبدأ يا ربنا إن إحنا ما نلاقيش حاجة. ليه؟ ده كان هيبقى أحسن عشان نوقف عصمت وحربي. طز طز كيف؟ أنت مش كان كل همك توقف تحريب الآثار؟ المرة دي لا. أمال عاوزة إيه يا أمينة؟ تساعديني ليه يا أمينة؟ عمري ما شفت حد بيحب حد زي ما أنت بتحبها. كان نفسك هم مكانها إنك تموت وحد يفضل يحبك كده، أحسن ما تعيش في حياتك كلها من المشاعر. محدش كان ولا هيكون مكان موجة، لا عايش ولا ميت. أنا ما طلبتش منك حاجة يا طاير. موجة؟ لسه هنا؟ موجة بالنسبة لي ما ماتتش، وأنا بحب حبك ليها، وأنا لسه بحبها وهفضل أحبها. أنت ليه فاكر إن الكلام ده هيضايقني؟ أنا مش عايزك في حياتي. أنا حاسة كأني بتفرج على فيلم رومانسي. حبيت البطل فيه وتعاطفت معاه. صدقني يا طايا، انا بدعي ربنا ان انتوا تلاقوا طريقه تتقابلوا بيها، بس انا مش عايزه الطريقه دي انك تموت. انا مش عايزك تموت يا طايا، فاهم؟ طايا مالك يا طايا؟ مقابر ملكي فين؟